مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم راح نحكي على موضوع مهم جدا، اللي هو موضوع علاج الأسنان أو الحفاظ على نظافة الأسنان ونظافة الفم للحوامل، وراها راح نتطرق إلى الأطفال. بالنسبة للحوامل، احنا دائما ننصح بمراجعة دكتور الأسنان بعد دكتور النسائية، أو مرات أصلا قبل دكتور النسائية احنا دائما ننصح بمراجعة دكتور الأسنان، لأنه تغيير الهرمونات والتقيؤ خلال الحمل وسوء التغذية خلال الحمل، هذا كله يؤدي إلى مشاكل كبيرة خلال الحمل. ولأنه ما نقدر إحنا نعالج أي امرأة حامل دائما، خاصة أول 3 أشهر أكثر دكاترة النسائية لا ينصحون بزيارة دكتور الأسنان للعلاج. هناك طرق أو هناك زمن محدد للعلاج للحوامل، هو ما بين الشهر 3 والشهر 6. زين، إذا صارت عندنا مشاكل بالشهر الأول شو نسوي؟ نقدر ناخذ بعض الأدوية أو بعض النصائح من دكتور الأسنان اللي هي تساعدنا إنه نكمل أول 2 أو 3 أشهر، وراها نقدر نعالج. أو إذا بالأخير ما بين 7 والشهر 9، هل ينصحون بالعلاج؟ بالعادة لا ننصح، ولكن إذا صارت مشاكل كبيرة ومثلا قلل هذا الشيء من النوم أو من التغذية وراح يأثر على الطفل، ننصح أول شيء تروح إلى دكتور النسائية وهو يكتب إلى دكتور الأسنان إنه بموافقة العلاج، وإلا راح تكون عندنا مشاكل بالحمل أو بعد الولادة. بما أنه تكلمنا عن الحوامل، خلي الآن نتكلم عن كيفية تفريش الأسنان أو كيفية المحافظة على أسنان الأطفال. طبعا الأطفال عند الرضاعة لازم ننظف أسنانهم بعد كل رضعة، لأنه حليب الأم أو حتى الحليب العادي يكون به سكاكر وحمضيات، أشياء تأثر على تسوس الأسنان. فالأب والأم لازم يعلمون الطفل شلون يفرج، ولازم هم يفرجوا له إلى زمن محدد، يعني إلى عمر 5-6 سنين لازم الآباء والأمهات هم اللي يفرجون أسنان أطفالهم، وراها هم وحدهم يتعلمون. طبعا لازم الأبهات والأمهات يراقبون الطفل ويقولوا له أنه والله هاي صح وهذا غلط، وأهم شيء يشتروا له معجون أسنان زين يكون يحتوي على مادة الفلورايد. طبعا مادة الفلورايد ننصح بها احنا الكبار والصغار، بس أهم شيء الأطفال إلى عمر 15-16 سنة لازم معجون الأسنان اللي يستخدموه الأطفال يكون به مادة الفلورايد. وطبعا فرجة الأسنان تكون صغيرة ملائمة للفم، وتكون شعيراتها ناعمة حتى الطفل ما يجرح اللثة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.